مرة ثانية برحب بحضراتكم وبستكمل حواري مع ضيفي الكبير الدكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية داخل النادي الأهلي. دكتور ياسر، من بداية الحوار كنا نتحدث عن اللائحة الاسترشادية. هو ما هو الهدف من اللائحة الاسترشادية؟ مش أليس هو تفعيل دور الجمعيات العمومية والارتقاء بمستوى الرياضة؟ هذا ما قيل. هذا ما قيل. طب بهذا الشكل من الواضح ان لم يتم دراسة هذه اللائحة بشكل قوي جدا من قبل المسؤولين او من استرشد مع نفسه وفعلها، فمن الواضح ان فيها بعض النواقص. ألم يكن من الصواب التحاور والتشاور للوصول الى افضل النقاط التي تناسب الجميع؟ ما هو انا اللي انا مش قادر افهمه كل هذا العناد حوالين اللائحة الاسترشادية والقتال دفاعا عنها كما لو أنها هي النص الملزم أو الذي يجب أن يكون ملزما للجميع. يعني بعدين يا أخي أنا لما أجي أقول لك لائحة استرشادية يعني أنا بحاول أرشدك، يعني أنا بقول لك رأيي يا تاخد بيه يا ما تاخدش بيه، بس مش معنى أن أنا أجي أقول لك رأيي ولازم هتاخد بيه وهو اللي هيمشي وأنا ما يهمنيش رأيك أنت، ده رأيي أنا هو وهو الصح وهو اللي هيمشي. ده ما يجري مع الأندية، والأندية حاولت تشرح مسألة النصاب القانوني والشروط التعجيزية وإنه التوقيت كمان، لأنه كان في تغافل عن أمور كثيرة جدا بتحدد. يعني إحنا عندنا بكرة جماعة عمومية لنادي هليوبوليس، تتساءل إحنا اعتدنا أو يقول لك القانون والعرف زي ما اللجنة الأولمبية دايما بتقول إنه الجامعات العمومية تتعمل خميس وجمعة، فالنادي هليوبوليس اضطر يعملها يوم الثلاث. ليه؟ لانه معظم اعضاء النادي بيكونوا في اسكندريه او الساحل اليوم الجمعه في المصايف او في اي مكان خارج القاهره، فاضطر النادي يعملها يوم الثلاث. يعني انت ما راعيتش انه في عيد وفي اجازات عيد وفي حج وفي ناس سافرت الحج وفي مناسك دينيه كمان والحر الشديد، وانك لازم اعملها قبل اخر اغسطس اكثر شهور العام حراره ورطوبه عاليه. كل ده انت ما راعيتوش. انا موافق لانه الماده الرابعه في القانون ادت هذا الحق قانونا للجنه الاولمبيه المصريه، فانا ما اقدرش اناقش اللجنه الاولمبيه في هذا لانه هذا هو القانون. على الرغم ان هو في بعض من النواقص، يعني برضه يا فندم ايديولوجيه نادي هليوبوليس بانه نادي اجتماعي، في بعض الالعاب الرياضيه مثلا على سبيل المثال الووتر بولو هم مميزين فيه، ولكن ايديولوجيه نادي هليوبوليس ان هو نادي اجتماعي. فلو كان اخذ في الاعتبار ان ايديولوجيه نادي هليوبوليس لن تتيح له ان هو لو يعملها في يوم جمعه او خميس زي ما حضرتك ذكرت مش هيلاقي حد، لان الناس كلها بتبقى حتى مراعاه الايديولوجيه، وما ينفعش اقارن نادي لوبلس ولا اي نادي باي نادي اخر رياضات والانديه اللي بتشارك بشكل ده كبير. ده انا حتى ما اقدرش اقارن بين الاهلي والزمالك، ده له ظروف وده له ظروف وده له وقائع وده له وقائع، ومش مفترض انه يبقى كله شبه بعضه. يعني كل نادي ادرى باحتياجاته ومطالبه وظروفه، يعني ولكل نادي الحق والحريه في اختيار ما يشاء. يعني فالمادة الرابعة ادت اللجنة الأولمبية الحق في تحديد موعد هذه الجمعيات الخاصة والنصاب القانوني اللازم لانعقاد هذه الجمعيات فقط. فلما جه النادي الأهلي حاول يناقش النصاب القانوني قيل له التزم بنص القانون. النقطة دي مهمة جدا. قيل للنادي الاهلي، انا ما بكلمكش حتى على جوابات اللي هي كل شويه بتتذاع في الحته والبدا، لا انا بكلمك على القانون ما جرى بالفعل. قيل للنادي الاهلي التزم بنص القانون انه اللجنه الاولمبيه حددت الميعاد وحددت النصاب القانوني اللازم اللي هو 12500. فالنادي الاهلي اضطر ان يقبل انه هذا هو القانون، الماده الرابعه في القانون. فجه النادي الاهلي أول ما صدر هذا القانون جاله جواب واستفسر منه برضه شفويا من اللجنة الأولمبية المصرية
انتوا باعتين جواب بتقولوا ولكل مجلس إدارة الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لعقد هذه الجمعية. يعني في مراسلة بهذا النص. أول جواب صدر من اللجنة الأولمبية المصرية انه لكل انا حافظ النص. والنادي الأهلي عنده هذا الجواب. لكل مجلس إدارة طبعا معايا. لكل مجلس إدارة الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لعقد هذه الجمعية. النادي الأهلي استجاب. هو استجاب الأول للقانون. بعد كده استجاب لهذا الخطاب وقال خلاص الإجراءات المناسبة ليا إن أنا أعملها على يومين وفي مكانين أو مقرين للنادي الأهلي، الجزيرة ومدينة نصر. مفيش أي خروج على القانون. رجعوا قالوا له إيه؟ لا أنت كده بتخرج على القانون. أنت كده بتعارض الدولة. أنت كده بتعارض النظام. أنت كده بتتمرد. الأهلي مش على راسه ريشة. الأهلي مش هيبقى أقوى من الدولة وأقوى من القانون. ولماذا هذا الصدام من الأصل؟ هو فين القانون اللي قال إن أنا ما أعملهاش في يومين أو مكانين أو 10 أماكن أو 10 أيام؟ مفيش نص في قانون الرياضة كله، أدي القانون، مفيش فيه نص واحد يقول إنه لازم أعملها في يوم واحد في مقر واحد. وانا عندي مراسله من سيادتك كلجنه اولمبيه بتقول لي لا، ما هو رجع بعديها بقى غيرها. راح بعت جواب انت الاجراءات الخاصه بالجمعيه انها تتعمل يوم واحد وفي مقر واحد وبالخداع يقول لك طبقا للقانون. فانا استاذن حضرتك بس عشان الناس اللي هم بيسخروا مننا دائما ويطلعوا ورق ويقعدوا يقروا ورق ويحطوا ورق على الشاشه ومش عارف ايه. الماده الرابعه بتقول تضع اللجنه الاولمبيه المصريه لائحه استرشاديه للنظم الاساسيه للهيئات الرياضيه تقوم بارسالها الى تلك الهيئات، وتعقد الجمعيات العموميه للهيئات الرياضيه اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة. فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق. ده قانون. ده حق اللجنة الأولمبية المصرية إنها تدعو لهذه الجمعيات الخاصة وإنها تحدد النصاب القانوني فقط. وبعدين في قال حاجة مهمة جدا، تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا. يعني منصوب كمان، ما عنديش سوابق ولا قلت إنه دي جمعية عمومية عادية أو جمعية عمومية غير عادية عشان تيجي تلزمني بما تلتزم به الجمعيات العمومية. ده اجتماع خاص وسيعقد لمرة واحدة، لأنه مش كل مرة أنا عندي لائحة استرشادية هناقشها أو هناقش لائحة خاصة بتاعتي. ده اجتماع سيعقد لمرة واحدة. ما تقارنش بينه وبين جمعية عمومية لمناقشة ميزانية، جمعية عمومية للانتخابات، جمعية عمومية عادية، جمعية عمومية غير عادية. كل ده لا يناقش باجتماع خاص وفق نص القانون لمناقشة اللائحة الاسترشادية أو لائحتك الخاصة وإقرار أيا منهما هي اللي هتبقى لائحة النادي. رجعوا ردوا وقالوا إيه؟ ما هو مفيش بقى نص قانون. قال لا، هو ده المعنى الذي يفهم من هذا النص، ولو كان المشرع يقبل أنه ممكن نادي يعقد جمعيته الخاصة على يومين لكان نص على ذلك صراحة. ده رد اللجنة الأولمبية المصرية. طيب السيد الوزير لما جه يرد على النادي الأهلي، النادي الأهلي متخوف من مادة في اللائحة الاسترشادية في المادة 3 الأهلي متخوف من المادة 3 في اللائحة الاسترشادية، ودي أحد أسباب رفض اللائحة الاسترشادية. بتنص على إيه؟ تسري أحكام هذه اللائحة الاسترشادية حال فوات مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادي لوضع نظامها الأساسي سواء لعدم اكتمال نصاب أو لغير ذلك من الأسباب، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية.
دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون. لحد كده تمام، ده نص القانون، وأنه لو الجمعية الخاصة بتاعتك ما اكتملتش أو النصاب القانوني اكتمل بس جمعية رفضت لائحتك، فأنت هتطبق من تاني يوم اللائحة الاسترشادية بتاعتك، هي دي اللائحة الملزمة ليك. شوف بقى السطر الأخير، وللجنة الأولمبية المصرية تعديل أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية بين قوسين اللائحة الاسترشادية. يعني هذا النص أعطى اللجنة الأولمبية الحق في أي وقت تشاء أن تغير في هذه اللائحة الاسترشادية. فيجي الصديق المهندس خالد عبد العزيز يقول لا يا جماعة أنتوا فاهمين غلط، أو أنتوا قاصدين تسيئوا الفهم، ده هو ده المقصود بيه، أنه لغاية اعتماد اللائحة الاسترشادية، وأنه مجرد أن أنت ما اعتمدت اللائحة الاسترشادية ما بقاش اسمها استرشادية، بقت لائحة ملزمة للنادي. طب يا سيادة الوزير، زي ما أنت رديت عليا كنادي أهلي وقلت لي لو كان المشرع يريد ذلك لكان نص على ذلك صراحة، طب ليه ما حطيت المشرع لو كان أنه بيقول دي حاجة مؤقتة ستنتهي باعتماد اللائحة الاسترشادية، ليه ما نصش على ذلك صراحة؟ يعني هو ليه فندم المقصود بيه ما بيتم شرحه بشكل تفصيلي؟ وليه هنقعد نعمل قوانين ولوائح؟ أصل كان القصد، أصل العرف، أصل التفسير اللغوي، أصل كلمة أصل لما تخش في صيغة جملة بتفسدها. احنا بنتكلم على قانون ولائحة، يعني أنت كان سهل جدا تقول وبمجرد اعتماد هذه اللائحة الاسترشادية لتصبح اللائحة الأساسية للنادي لا يصبح من حق اللجنة الأولمبية المصرية التدخل في تعديل أي من مواد هذه اللائحة. نعم، انت حسمت الأمر. ولو انت عايز ده كمان كنت في القانون تقول هذا الاجتماع الخاص الذي يجب أن يعقد في مكان واحد في يوم واحد للتصويت على اللائحة الاسترشادية أو اللائحة الخاصة بالنادي، مش ده القانون ودي الصياغة. لو أنت عايز الوضوح والصرامة المعتاد عليها في أي قانون أو في أي لائحة أو في أي نظام، النص بيكون واضح جدا وصريح لا يحتمل تأويلات أو تفسيرات. دكتور ياسر، يعني هتكلم من وجهة نظر أني أنا كإكس مطلع، طيب أنا كوزارة رياضة وبنظر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ما المطلوب من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في الأساس؟ هو الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية لتحقيق إنجازات وبطولات، يعني ده الفريم أو ده الإطار اللي أنا طالبه من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية. طب أنا عشان أرتقي بمستوى الرياضة، أنا قرأت إلى حضرتك في مقالاتك السابقة كيف نتعلم من ألمانيا وتطوير ألمانيا للمنظومة الكروية حتى وصلت بعد ما حدث في يورو 2000 وكاس عالم 98 والاجتماع اللي حصل ما بين المسؤولين في ألمانيا وبعض من المسؤولين في أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وحتى نادي فولسبورغ الأندية الكبيرة لكي يضعوا رؤية وفكر للارتقاء بمستوى الرياضة والكرة الألمانية حتى وصلت إلى القمة. نفس الشيء حدث في إسبانيا. اسبانيا في التسعينات وقبل التسعينات كان اخر حاجه خدوها يورو 82 وما فيش بعد كده بطولات، عملوا نفس القصه وجابوا الريال وبرشلونه القطبين الكبيرين وبعض الانديه الاخرى وحطوا وجهه نظر ورؤيه للارتقاء للامام. لماذا يعني ليه؟ ده سؤال منطقي، انا كوزاره رياضه وكلجنه اولمبيه ليه ما اجيبش الانديه الكبيره عندي والخبره بالاضافه الى الخبره وابتدي احط اسس ليه الفايده بتاعتها مش مستوى بقى موضوع احنا مش هنتكلم بقى تخبط ما بين لجنه اولمبيه و ومراسلات، لا انا عايز الهدف الاساسي ارتقي بالمستوى. مش شايفين اي حاجه من اللي احنا بنشوفها هترتقي بمستوى الرياضه المصريه، احنا شايفين روتين وتخبط. عارف حضرتك عنوان اللي بيحصل الخلط في الاوراق والادوار. ما هو انت تبدا الفوضى حينما يبدأ كل طرف أن يقوم بما ليس مفترضا منه القيام به، دي الفوضى. نعم، احنا عندنا كل الأطراف محدش بقى بيقوم بدوره، يعني وزارة الرياضة ممثلة للحكومة لها في المجال الرياضي دور محدد، اللجنة الأولمبية لها وظيفة محددة،
الاتحاد الرياضي له وظيفة محددة، النادي له وظيفة محددة، الإعلام أيضا له وظيفة محددة. حينما تختلط الأدوار وتختلط الأوراق تكون الفوضى، ولن نتحرك خطوة واحدة للأمام. وزير الرياضة في أي، على فكرة في عدد ليس قليلا من بلدان العالم ما فيهاش وزير رياضة، واللي فيها وزير رياضة، وفي زي انجلترا ده اسمه وزير الثقافة والسياحة والآثار والرياضة. والرياضة نعم. لكن في دول فيها وزير رياضة زي فرنسا على سبيل المثال. مهمة وزير الرياضة أن ينال كل المواطنين الحق المشروع في ممارسة الرياضة، بما يلزم ذلك من توفير بنية أساسية وتسهيل هذه المهمة وإتاحة الفرصة للجميع لمزاولة هذه الرياضة وبناء الملاعب والمنشآت التي تؤدي إلى ذلك. ده دور وزارة الرياضة. أشهد للمهندس خالد عبد العزيز تطويره لمراكز الشباب، بناءه لملاعب خماسية في الصعيد وفي الدلتا، وهذا دور رائع لا يمكن إنكاره. لكن ليس من حق خالد عبد العزيز لا أن تكون له علاقة باللجنة الأولمبية ولا بالأندية ولا بالاتحادات ولا بأي رياضة تنافسية ولا بأي مشاركة لمصر في دورات أو بطولات إقليمية أو عالمية. ملوش أي علاقة بده كوزير رياضة. ممكن يشاهد ده زي ما أي مواطن يشاهد ده. يعني منتخب فرنسا لما كان في جنوب أفريقيا وحصل الانهيار الفظيع للمنتخب الفرنسي، والرئيس ساركوزي نعم طلب المنتخب، عليك تقصد كاس عام 2010 نعم، طلب المنتخب يروح له قصر الإليزيه. أولا وزيرة الرياضة الفرنسية وقتها لم تكن تستطيع أن تناقش اتحاد الكرة الفرنسي في مستوى المنتخب الفرنسي، مش من حقها دستوريا ولا قانونا، ولا ظهرت في الصور والرئيس الفرنسي يستقبل المنتخب الفرنسي. نعم. لأنه ده دور رئيس الاتحاد الفرنسي مع لعيبة المنتخب مع رئيس الجمهورية. وحتى ساركوزي طلب المنتخب والاتحاد يقعدوا معاه من باب الاستئذان، مش من سلطاته كرئيس للجمهورية أنه يحقق فيما جرى للمنتخب الفرنسي. في بطولة أمم أوروبا الأخيرة اللي اتعملت في بولندا وجت أنجيلا ميركل، أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، عارضت أو اقترحت ألا يشارك المنتخب الألماني في هذه البطولة احتجاجا على المعتقلين السياسيين في الدولة الثانية كانت مع بولندا، بلغاريا، أنا اتلخبطت. طيب يعني لكن اعتراضا على في بعض المعتقلين السياسيين، إنه في أوضاع سياسية خاطئة. فرئيس اتحاد الكرة الألماني طلع بعد تصريح أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا والمرأة الحديدية المرأة القوية، طلع قال أنجيلا ميركل تحكم ألمانيا وأنا أحكم الكرة الألمانية، عشان ما يبقاش في تدخل حكومي. إذا سمحت لي أنجيلا ميركل بمشاركتها في حكم ألمانيا سأسمح لها أن تشاركني في اتخاذ أي قرار يخص المنتخب الألماني ومشاركاته. ده دور الوزير. اللجنة الأولمبية في العالم كله ووفقا للميثاق الأولمبي لها وظيفة محددة، هي أن تضمن عدم مخالفة الميثاق الأولمبي في أي بلد. ده أنا بكلمك من الميثاق الأولمبي، تعريف اللجان الأولمبية الوطنية، وأنها مسؤولة عن الشعار الأولمبي، مسؤولة عن تشكيل البعثات الأولمبية. الشعار الأولمبي اللي هو ما فيش تمييز يا فندم. اللي هو استخدام الشعار الأولمبي. نعم. ده ملك للجنة الأولمبية المحلية، وأنها تختار البعثة الأولمبية اللي هتشارك في الدورات الأولمبية، وأنها ممكن تختار البعثات اللي بتشارك في البطولات الإقليمية أو القارية زي دورة ألعاب البحر المتوسط زي كده. يعني ده دور اللجنة الأولمبية المحلية في أي بلد. اللجنة الأولمبية لا تدير الرياضة في بلدها. اللجنة الأولمبية المحلية ليست لها علاقة لا بالأندية
ولا بالاتحادات، ولا بالاتحادات. اللجنة الأولمبية دورها وفق الميثاق الأولمبي واضح جدا، وهناك بيعملوا المواثيق والقوانين زي ما احنا بنعملها، بيعملوها وهم يقصدون كل كلمة وكل حرف، ولو كانوا يريدون شيئا لنصوا عليه صراحة. نعم، مضبوط. يعني ده دور اللجنة الأولمبية، بدليل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لا يستطيع وهو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن يناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى على سبيل المثال فيما يحدث في اتحاد كرة اليد، لا يستطيع مطلقا. وبرضو أنا كنت مندهش من بعض ما نشر على لسان الدكتور حسن مصطفى أن اللائحة الاسترشادية فيها بعض المشاكل ولكن يجب أن تعدي المرحلة. طب هل يا دكتور حسن في اتحاد كرة اليد هل حضرتك تستطيع أو هتفعل لائحة بها بعض المشاكل عشان المرحلة تعدي؟ لا، وهو اللي يغيظ بقى أنه لما أنا قلت اللجنة الأولمبية المصرية، طب أنت فين لائحتك أنت بقى؟ اللائحة، أين لائحة اللجنة الأولمبية؟ يعني أنت عمالة تطالبينا كلنا بلوائح، وعمالة تطالبينا كلنا بجمعيات خاصة واجتماعات جمعية عمومية عشان نناقش اللائحة، وإلا هنطبق اللائحة الاسترشادية. طب هو بالمناسبة فين لائحة اللجنة الأولمبية المصرية؟ ومتى ستنعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية؟ وفين اللائحة عشان نقراها؟ وبعدين فيجي لك الرد المستفز اللي هو إيه؟ إنه لا، إحنا عندنا لائحة تم اعتمادها سابقا من اللجنة الأولمبية الدولية. يا سلام، طب أنت ليه عامل حرب على اتحاد الكورة؟ وليه بتقول اتحاد الكرة لازم يعمل انتخابات ويعمل لائحة؟ ما لائحة اتحاد الكرة الفيفا اعتمدها، ولائحة الاتحاد المصري لكرة اليد معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد. وعندنا أكثر من اتحاد، وعندنا اللجنة البارالمبية لائحتها معتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية. طب كان ليه الفيلم ده كله؟ وليه غيرت؟ وليه لائحة استرشادية؟ وليه ما دام أنت لما جيت على نفسك أنت وجيت طرف الباب على صباعك قلت لا انا لائحتي واخده موافقه واعتماد اللجنه الاولمبيه الدوليه. طب ما كلنا واخدين موافقات، اشمعنى انت وباي منطق؟ وبعدين يا سيدي لائحتك اللي انت واخد عليها الموافقه دي لائحه اتعملت للجنه اولمبيه عاديه هتقوم بدورها وفق الميثاق الاولمبي، لكن انت فجاه من في يوم وليله نمنا بالليل وعارفين انها لجنه اولمبيه مصريه، صحينا الصبح لقينا انها لجنه اولمبيه هتدير كل الرياضه المصريه. اعتقد كده اللائحه القديمه ما بقتش تنفع، اختصاصاتك كبرت، بقت جهه اداريه بتدير كل الرياضه المصريه، فاعتقد انك لازم تفتح الباب في انتخاباتك اللي جايه مش بس لرؤساء اتحادات، لازم تفتح لرجال قانون، رجال اقتصاد، تفتح الباب بقى، ده انت بقيت انت اللي بتدير الرياضه في مصر. يعني مش مجموعه رؤساء اتحادات بيقعدوا مع بعض يختاروا بعثه، انت بتدير الرياضه في مصر. الاهلي عنده مشكله، الزمالك عنده مشكله، اتحاد كره القدم عنده مشكله، اتحاد اليد، اللجنه البارالمبيه عندها مشكله، كل ده. طب انا يا فندم لو انا عندي مشكله كاحد الانديه مع اللجنه الاولمبيه مين اللي هيحكم؟ دي من اللجنه الاولمبيه المصريه.